إخوة الأخوات في كل مكان. إحنا هنا بنزور مدرسة في منطقة كيغومبي في منطقة تانجا في جنوب تنزانيا. هنا في مدرسة مكونة من 3 فصول، الحكومة هتغلقها لأنها بنوها ليست على نفس الصلاحيات أو نفس المواصفات الحكومة عايزاها. الحكومة عطتهم فرصة 3 أشهر إما يغيروا المواصفات أو يغلقوا المدرسة. طبعا المدرسة حاليا فيها حوالي 120 طالب، لكن فيها 3 فصول زي ما انتم شايفينها هناك اللي هو، لكن احنا هم عندهم أرض جديدة في حوالي 20 فدان هتتبني عليها مدرسة من 7 فصول للطلبة، كل فصل فيه 45 طالب، زائد فصل كبير للأساتذة، زائد الحمامات، زائد الشبكة، دي هتتكلف لل 320 طالب اللي هيدرسوا فيها قرابة 100,000 دولار إن شاء الله في منطقة أخرى. التعليم هنا يعتبر عصب الحياة، والمدرسة هنا بتعلم العلوم الدينية زائد العلوم الدنيوية بما فيها المواد الأخرى غير المواد الشرعية هنتكلم عليها، لكي يستطيع الطالب أن يعرف أصول دينه ويعرف أصول دنياه. إحنا بنطلب منكم أن تحققوا أول كلمة أنزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن، وهي كلمة اقرأ معناها إنك تعلم، اقرأ معناها إنك تحصل على العلم وتحصل على المعرفة وتحصل على كل هذه الأمور الدنيوية لكي تستطيع أن تبني حياة المستقبل للأجيال هذه. الطلبة دول كلهم يعني خلال 3 أشهر إلا نستطع أن نجمع الأموال أو نطمئن الحكومة أن نجمع الأموال لبناء المدرسة سيكون في الشارع، فماذا سيكون مصيرهم والعياذ بالله. 100,000 دولار 320 طالب، يعني 10,000 دولار ل 32 طالب، يعني نتكلم على 300 دولار لكل طالب علشان تكلفة المدرسة. وأرجوكم كل عائلة وكل أسرة وكل رجل أعمال أو ست أعمال تبرع لبناء هذه المدرسة لكي نستطيع أن نأوي هؤلاء الأطفال في داخلها إن شاء الله في القريب العاجل بإذن الله سبحانه وتعالى. وتستطيع المؤسسة التعليمية هنا هو الجالية أو مش الجالية اللي هو المجتمع في هذه القرية أن يعلم أبنائه إن شاء الله ويخرجوا علشان تكونوا مواطنين فاعلين داخل المجتمع. أتوسل إليكم وأرجوكم 100,000 دولار 320 طالب، 100,000 دولار 320 طالب، يعني لكل طالب هيكلفنا بناء الفصول الدراسية بتاعته 300 دولار تقريبا، وهذا ليس بشيء كبير عليكم ويسير، لكن صرفنا بإذن الله سبحانه وتعالى تعليم هؤلاء الطلبة. لا ممكن تدخل مع الأموال من صدقات أو من الزكاة أو في سبيل الله أو إلى آخره، يعني إن شاء الله. وهذا مشوار ليس صعب علينا جميعا، وجزاكم الله خير وأحسن الله إليكم، ونراكم في محطة أخرى من تنزانيا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.